الاجتماعية. اجتماعيون في مصر بشكل عام من الفئات المهمشة، البعض قد يستعجل لماذا الاجتماعيون مهمشون. أولا لأن الدول النامية ومن بينها مصر يبحثون دائما عن البعد الاقتصادي أكثر من البعد الاجتماعي، يبحثون عن رأس المال ونسوا تماما أن هناك ما يسمى رأس المال الاجتماعي، يبحثون عن الاستثمار ونسوا تماما أن هناك ما يسمى الاستثمار الاجتماعي، وأن الدور الاجتماعي للدولة من وجهة نظر الشخصية إخفاق هذا الدور كان سببا من الأسباب لتحرك كثير من الشعوب في الدول النامية في الوقت الحاضر ومن بينها مصر. ولذلك فإنني أركز أن مصر يجب أن تهتم بالاجتماعيين وبصفة خاصة الخدمة الاجتماعية. فالخدمة الاجتماعية والأخصائي الاجتماعي يتدخل مع المشكلات بصورة مباشرة ويعرف كيف يحلل هذه المشكلات وكيف يتعامل مع كل مشكلة من هذه المشكلات وكل قضية من هذه القضايا. إذا تحدثنا عن العشوائيات باختصار شديد، كانت الحكومة المصرية في الوقت الحاضر ناجحة حينما اختارت وحددت وزارة للعشوائيات، هي أصل للتطوير الحضري والعشوائيات، ولكن وهذا دور محسوب ومحمود للدولة ويعكس أن الدولة تهتم بالعشوائيات وأن العشوائيات قضية أساسية أو كما يقال قنبلة موقوتة في المجتمع المصري. إذا تصورنا أن في مصر ما يقرب من 1221 منطقة عشوائية، إذا تصورنا أن في مصر يعيش ما يقرب من 17 مليون في منطقة عشوائية، وأنا شخصيا في تحديد المنطقة العشوائية أصبح هناك ما يسمى تريف المدن، فهناك ازدياد وتزايد في عدد السكان الذين يسكنون هذه العشوائيات. العشوائيات كثير من الدول تهتم بهذه المناطق لأسباب كثيرة. أولى هذه الأسباب هي أسباب أمنية بالدرجة الأولى، لأنها مصدر من مصادر الجريمة. نظرا لطبيعة شوارع هذه العشوائيات، سكان هذه العشوائيات من السكان المحرومين من خدمات وجنبها الرعاية الاجتماعية. إذا الرعاية الاجتماعية مهمة جدا في تطوير العشوائيات. القاهرة بمفردها 36% من سكان القاهرة يعيشون في العشوائيات وهي المحافظة رقم واحد. إذا أردنا أن نقضي على هذه المشكلة هناك كثير من النماذج. يجب ألا تكون العشوائيات بالدرجة الأولى مناطق لجذب السكان، بمعنى إذا اهتم المجتمع المصري بالريف فهو في نفس الوقت يقضي على مشكلة العشوائيات في المدن. إذا كان هناك فرص عمل متاحة في القرى وفي المدن غير القاهرة غير العاصمة، فنحن في نفس الوقت نقضي على مشكلة أو قضية العشوائيات. إذا تصورنا أن العشوائيات في مصر وفي القاهرة تحديدا 37% من سكانها يعيشون في العشوائيات، فهم يحتاجون، إذا تصورتم، هم يحتاجون إلى 43,000 وحدة سكنية. أليست الدولة أو المجتمع قادرة على بناء 43,000 وحدة سكنية لاستيعاب هؤلاء العشوائيات والقضاء على هذه القضية؟ هذه علامة استفهام. نحن درسنا كثير العشوائيات ونعرف خصائص سكان هذه العشوائيات. ليس سكان العشوائيات جميعهم فقراء، ولكن معظمهم من المهاجرين،
من الريف أو المدن الأخرى، هاجروا إلى حيث توجد فرص العمل. إذن الاستقطاب في المدن يجب أن تكون المدن والقرى الأخرى مناطق جاذبة لفرص العمل لكي نقضي على هذه المشكلة. هناك نماذج كثيرة، ومصر كان بها بعض النماذج، ولكنها نماذج محدودة وتجارب محدودة. ولكن هناك تجارب، أعتقد في تجارب ونماذج ناجحة في بريطانيا ونماذج كثيرة. الخدمة الاجتماعية والمجتمع المدني وبصفة خاصة نقابة الاجتماعيين، حينما أقول الخدمة الاجتماعية أو الاجتماعيين فنحن لا نجهل دور نقابة المهن الاجتماعية. يجب أن يكون المنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور فاعل في، ليس في دراسة العشوائيات، نحن درسنا العشوائيات، ولكن في مواجهة قضية العشوائيات ومواجهة المشكلات الناتجة على العشوائيات. ليس مواجهة مشكلة العشوائيات أن أوفر خدمات الرعاية الاجتماعية فقط من صرف صحي وكهرباء ومياه، ليس هذا هو الحل الوحيد لمشكلة العشوائيات في مصر، ولكنه حل مؤقت. ولكن الحل الجذري للمشكلة يجب إتاحة فرص عمل ومناطق جذب أخرى غير المناطق التي